مرحبا استاذ مشي الكرام. في وادي بني خالد سعدت ان التقي باحد الاخوه الكرام. الاسم الكريم عامر بن سالم بن سليم النظيري. من اين الاخ عامر؟ من ولايه وادي بني خالد. من اي مكان من وادي؟ منطقه السيح الرفيع. ممكن تعطيني نبذه عن السيح الرفيع؟ نبذه عن بلاده. السيح الرفيع لكل القبائل فيها. جميل. طبعا يوجد فيها مدارس. سكنه حديثه فيها ولا من قبل؟ سكنه حديثه. جميل. قديمه وحديثه. ممتاز. سكنه. ايضا اعطيني نبذة عن الولايه بشكل عام، ولايه وادي بني خالد، ما الذي يوجد فيها؟ يوجد فيها جميع الثمار، النخيل. ممتاز. والليمون والموز وجميع الثمرات. ما الذي ميز برنامج المشي اليوم؟ ما الذي ميزه؟ ميزه الحمد لله احياء الشباب، التراث والمشي السياحة مطلوبة. نعم. والمشي مفيد. نعم. الجسم العقل السليم، الجسم السليم. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله. أحسن. جزاكم الله خير. جميل.